انا مشفقة على الناس اللي هناك، ومن صبايا الخير الجيش نزل على عيني وعلى راسي، اي حد هينزل على عيني وعلى راسي، بس الكارثة هناك مش هتتحل بين يوم وليلة، والكارثة هناك كارثة، والكارثة الاكبر ان محدش سأل فيهم خالص يومين، ما عندهمش عيش، ما عندهمش مية، ما عندهمش كهربا، ما عندهمش بطانية، ما عندهمش حاجة، ما عندهمش حاجة. أنا من هنا بعمل مبادرة، أنا مش واخدة تصريح وزاري إن أنا أطلع فلوس من التبرعات لأكل وشرب أو لإعانات، ما عنديش قانونية لده، يعني ما أقدرش أقول لك اتبرع دلوقتي مثلا لصبايا الخير عشان لقيت واحد على الفيسبوك فلحوس قوي قال لك بتعمل عشان تلم التبرعات، بس بقى، بس فاتي بقى. انت طب انا نزلت رحت انت عملت ايه؟ انا نزلت رحت يا سيدي بس اتوسخت، انت عملت ايه؟ انت قاعد على تليفونك وعلى اللابتوب بتاعك تفتي، فبطل فاتي. والله العظيم اتحداك اي واحد بيكتب انك تشوف اللي احنا شفناه ولا تتعرض اللي احنا تعرضنا له. انا والله العظيم من قلبي لا، ما ينفعش ما ينفعش نسيب الناس كده. على الاقل الاعانات الاوليه من دلوقتي لغايه يوم الاثنين انا هنزل الف على السوبر ماركت على تجار الجمله، ما عنديش سبيل غير كده، ما عنديش انا مسؤوله اكلمه، ما عنديش، انا هنزل نلم حاجات للناس دي نروح لهم بيها، حاجات يتقوتوا بيها، لان انا مش هقدر يا سياده المحافظ اقول يعني اوجه لك نداء بصراحه، مش هقدر بعد اللي شفته، مش هقدر. انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ يعني رز غريب دي مش بتتباع محافظة البحر الاحمر ولا بتتباع ايه؟ ما فيهاش لودر واحد؟ ما فيهاش شفاط ميه واحد؟ بلاش، ما فيهاش عربيه المحافظه تطلع شويه فلوس تتملي تموين تروح للناس دي؟ طيب عربيه بطاطين، عربية واحدة، لأن هم مراحل، يعني ناس مأزية قوي، ناس مأزية أقل، ناس قحط خالص، ليه لأ؟ ده انت يعني مفيش. لو انت خايف تنزل عشان يحصل لك حاجة ويهجموا عليك نزل إعانات، نزل اعمل أي حاجة. الحي، الحماية المدنية، أي حد، اي حد عيش، لبن اطفال، اي حاجه، اي مفيش حاجه خالص خالص. ليه؟ يعني انا افهم ان ممكن تبقى امكانياتنا ضعيفه، افهم ان ممكن تكون مع انك بقالك اسبوع عارف، كلنا بقالنا اسبوع عارفين الارصاد تحذر من سيول على كذا كذا كذا، كنا عارفين. مش قادر تعمل مجرى السيول ده، ناس طبعا بتقول قوانينات، ناس بتقول ان ده سبب ان في طريق اتعمل جديد ففتح فتحه في الجبل فنزلت السيول مش في المجرى في حته تانية، ناس تانية بتقول مش مهم، ايا كان اراده ربنا جالنا سيول. عارف بقالك اسبوع، اعلن طوارئ، قول للناس اطلعوا على السطح. طول ما انا ماشيه كنت شايفه شقق كده فاضيه بتاعت المحافظه، انقل الناس ورجعهم، حطهم في فنادق في البحر الاحمر، انا مش بهزر والله، ما هي فنادق الغردقه فاضيه، 200 واحد 300 واحد 400 واحد حطهم في فنادق لغايه ما السيول. ما هو يا جماعه البشر ده غالي، والله والله العظيم البشر ده غالي. لو اتكلمت عن نفسك وحسيت ان في بيبي بيطير من ايدك بيموت قدامك وسط الميه وانت شايفه ومش قادر تجيبه، والله العظيم هتحس، والله هتحس. كان في مليون صرفه، كان في مليون صرفه للناس دي تطلع من بيوتها الفتره دي، تلم حاجتها، تعمل اي حاجه، نزل لها اكل تاني يوم، نزل لهم بطاطسين، بلاش اللودرز. عشان هتقولي انت عايز اللودرات ليه؟ عايز اللودرات عشان الجثث تحت الحاجات. في ناس مفقودين دلوقتي لان جثثهم مش لاقيينها، لانهم ما رفعوش السراير ولا رفعوا الحاجات اللي اتطربقت فوق دماغهم لان الجثث تحت. عايزين لودرز تشيل ده، عايزين لودرز تشيل الطين، الطين اللي كانت رجلي بتتغمس فيه، الطين بتاع السيول ده
يمسك في رجلك ويحجر كده اكنها اتجبست عشان تشيل رجلك. مهزله. يعني مش طين، مش ميه بتشيلها بتمسحها، ده طين تقيل قوي محتاج له قدرات جامده جدا جدا. يعني حتى لما مشكور الجيش نزل امبارح مش هيقدر بسرعه ولا بين يوم وليل، دي كارثه. لكن هرجع واقول فين المحافظ؟ فين الناس اللي هي ليها علاقة بالحاجات دي؟ ليه ما اعلنتوش الطوارئ؟ ليه ما نبهتوش الناس؟ ليه ما قلتلهمش ليه اعملوا كذا لما يحصل كذا؟